السلام عليكم اخوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ودائما جديد الاخبار الفنيه في قناتكم كوكب الفن. هذه القناه طبعا اللي كتهتم بكل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وايضا المواضيع الثقافيه والسياسيه والرياضيه. فقط كنطلب منكم هو انكم في اي فيديو كنتمنى تفعلوا معنا بالضغط على زر الاعجاب، لان الضغط على الزر هذا مهم بزاف، فما تخافش يعطيكم هذا الزر هذا تسكيو عليه، وكذلك اللي باغي يتوصل بالاشعارات يحاول يفعل زر الجرس باش توصل بالاشعارات، واللي كيشوفنا اول مره يحاول يشارك في القناه، لان الاشتراك ديالك غادي يكون فخر لنا. ومرحبا بك معنا إلى كوكب الفن، ونوصلوا هذه القناة للمليون إن شاء الله. لما نطول عليكم، دائما كنبدأ الحلقة ديالنا بأبرز العناوين، ولكن بعد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غضب نسوي من قانون وهبي لمشروع المسطرة الجنائية. بن كيران يقصف عبد اللطيف وهبي، هل يقاضي الوزير الزعيم بالتساوي مع المهداوي؟ التفاصيل في هذه الحلقة. وزير العدل المغربي يتواعد أبطال التفاهة على السوشيال ميديا. صحيفة ماركا الإسبانية تخصص تقريرا عن أوناحي، السقوط إلى الهاوية للدولي المغربي الذي أغرم به لويس إنريكي. فيديو لعمرو دياب ورهف الحربي يثير الكثير من الجدل. صور جوني ديب قبل وبعد التجميل، عاد شابا وتغلب على التنمر. أيوش يمثل المغرب في جوائز الأوسكار. الفنانة فاطمة حيحيت ترفض عروضا مغرية مقابل الغناء في إسرائيل. دنيا بطمة تتلقى الإشادة، ورواد يتمنون عودتها بقوة، وآخرين يهاجمونها. أدانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مضامن المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية لعدم تضمينه أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. واعتبرت المنظمة النسائية في بيان تواصلت أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية بنظير منها، أن مشروع القانون الجديد يعاني من انعدام وغياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ولا لما ينص على جهاز للشرطة القضائية متخصصة في قضايا العنف ضد النساء بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث. واستغربت جمعية التحدي للمواساة والمواطنة من عدم إخضاع قضايا العنف القائمة على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى أجل تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب، ومن عدم على إحداث صندوق لجبر ضرر الضحايا في حالة تعذر تنفيذ التعويضات المحكوم بها. ومن بين المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المسطرة الجديدة والتي أثارت غضب المنظمة النسائية، هو عدم التنصيص على حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة، والذي يعتبر من المطالب الرئيسية للحركة النسائية المغربية. نواقص أخرى وقف عليها بيان الجمعية النسائية من قبيل: عدم التنصيص على أي شكل من أشكال مراعاة مركز الضحية في المنظومة الجنائية، وما يجعلنا أمام ضعف ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التنصيص كما كان منتظرا على إمكانية استفادة الناجيات من العنف من المساعدة القضائية بقوة القانون، وعلى عدم منح أي ظروف للتخفيف في جرائم الاعتداء الجنسي. وفي هذا الإطار، أكدت التحدي للمساواة والمواطنة أنه أمام غياب أي حماية قانونية للمرأة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، رفضها لتعديل قانون المسطرة الجنائية الجديدة. يذكر أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 من غشت 2024 صادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية بعد تقديمه من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتضمن مشروع القانون المرتقب عرضه على مجلسي البرلمان لإكمال مسطرة مصادقة عليها العديد من المضامين والمقتضيات، أبرزها تجديد اللجوء للحراسة النظرية وتقليل اللجوء للاعتقال الاحتياطي وتشديد الخناق على هيئات حماية المال العام فيما يخص رفع شكايات تخص جرائم تبديد وهدر المال العام، وهو
التهديد سبق وجواب لهذه الجمعيات قبل أشهر قليلة داخل قبة البرلمان، ويشار إلى أن مشاريع القوانين الأخيرة خاصة مشروعي المصدر المدني والمصدر الجنائي المقدمين من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمصادقة عليهما من طرف الجهاز الحكومي أثارت تخوفات أغلب الهيئات الحقوقية والمدنية من أن تشكل انتكاسة وردة حقوقية كونها متناقضة مع المواثيق الدولية ذات الصلة، محذرة في ذات الصدد من ضرب كل مبادئ العدالة الجنائية وحرية التقاضي وحقوق الدفاع. قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي إن بن كيران وصف عبد اللطيف وهبي بوزير الفساد قبل أن يتساءل دب وحدة من جوج، وشحن متساوون أمام القانون أم أن هناك أشخاص فوق القانون وآخرون تحتها. وأضاف عمر الشرقاوي هذا الكلام لو قاله يوتيوبر أو صحفي في حق وهبي لسمعنا هذا الأخير يطلب على وجه السرعة الترخيص من رئيس الحكومة لمقاضاة الصحفي أو الناشط الفيسبوكي أو يوتيوبر، لكن حينما يقول هذا الكلام أمين عام فالأمر عادي وحرية التعبير وربما يدخل ضمن قاموس التنابز السياسي المقبول. واسترسل بالحديث في تدوينة فيسبوكية للأسف الفاعل السياسي هو من يعطي النموذج في إفساد السياسة ويدوس كل يوم على القانون دون حساب، لكن إذا تعلق الأمر بمواطن عادي فإن بنود القانون الجنائي تصبح هي الفيصل. ووصف عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد اللطيف وهبي وزير العدل بوزير الفساد بحسب تعبيره. وأضاف بن كيران في كلمة له خلال الجمع الافتتاحي للحملة الانتخابية مساء يوم الأحد الفاتح من شتنبر أن دفاع وهبي عن الزنا واللواط يجعله وزيرا للفساد بحسب قولها. وأردف قائلا ليس من المعقول أن يبقى وزيرا في حكومة أمير المؤمنين. ومعلوم أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قرر أن ينهي العطلة الصيفية ويبدأ دخوله المدرسي ويبدأ دخوله السياسي بدعوى قضائية ضد الصحفي حميد المهداوي الذي تلقى استدعاء لجلسة محاكمة. في حوار صحفي قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه سيعمل على إيقاف ما أسماه بالفوضى والتشهير الذي يمارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد من قبل أبطال التفاهة، مشددا على أنه سيتم إصدار قوانين صارمة ضمن القانون الجنائي لتجريم بعض الأفعال. وأكد وهبي في حديثه لدوزيم أنه ملتزم بوقف هذا الأمر عند حده قائلا الحل يمكن في إصدار مواد في القانون الجنائي المغربي تهدف إلى معاقبة هذه الأفعال بالسجن لعدة سنوات. عبد اللطيف وهبي يؤكد أن مشروع القانون الجنائي يتضمن عقوبات تجرم التجاوزات التي تقع على التيك توك واليوتيوب. واستطرد وزير العدل قائلا هذا ما قمنا به فعليا، سنضع حدا لما يحدث على تيك توك ويوتيوب وغيرهما من المنصات كالتصوير غير المشروع وتصوير حياة الناس الخاصة دون إذن منهم. واستنكر عبد اللطيف وهبي تصوير حياة الناس الخاصة دون إذنهم كما تعجب من هول تأثير التافهين في المغاربة. وقال وهبي سنشتغل أكثر على هذا المجال وسنوسع دائرة التجريم، مشيرا إلى أن هناك فوضى ولو توجد قوانين تنظم السوشيال ميديا بالمملكة. كلام وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرف انتشارا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بالمملكة مؤيدين الخطوة ومناشدين في آن واحد تفعيلها آجلا نظرا لما وصلت إليه فيديوهات التافهين على منصات التواصل الاجتماعي من إساءة وميوعة غير مسبوقة تشوه مع صورة المغربية. ويبقى السؤال المطروح هو أسيضع القانون الجنائي حدا للتفاهات على الميديا في الوقت الذي تعرف فيه متابعات بالملايين؟ عز الدين أوناحي أصبح أحد مفاجآت كأس العالم 2022، حيث أذهل المدرب السابق للمنتخب الإسباني لويس إنريكي بأدائه المميز خلال مباراة دور 16 ضد إسبانيا. وعلق المدرب بعد المواجهة قائلا يا إلهي من أين أتى هذا اللاعب، إنه يلعب بشكل رائع، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذله اللاعب المغربي صاحب الرقم 8. بعد هذا الأداء اللافت كان أوناحي محط أنظار أندية كبرى مثل برشلونة، لكنه انتهى بالانضمام إلى نادي أولمبيك مارسيليا مقابل 8 ملايين يورو.
وعلى الرغم من آماله الكبيرة لم يحقق النجاح المنتظر مع الفريق الفرنسي حيث سجل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة في 44 مباراة. ومع تولي روبرتو دي زيربي تدريب مارسيليا لم يكن أناحي ضمن خطط المدرب للموسم الجديد، مما دفعه للبحث عن ناد آخر. وبعد شائعات حول وجهته المستقبلية انتهى به المطاف في صفوف نادي باناثينياكوس اليونانية على سبيل الإعارة، مع وجود خيار شراء بقيمة 11.5 مليون يورو. أناحي أبدى تفكيرا عميقا حول موسمه الماضي، معترفا بأن الموسم كان صعبا بسبب الإصابات وبعض المشاكل الشخصية، لكنه أكد أنه الآن يمتلك عقلية جديدة ويريد استعادة تركيزه على كرة القدم على أمل أن يستعيد مستواه المعود. تصدر اسم الفنان المصري عمرو دياب وعارضة الأزياء السعودية رهف الحربي مؤشرات محركات البحث وترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور ظهر من خلاله دياب وهو يرقص مع رهف الحربي، وهو ما أدى إلى انتشار العديد من الشائعات حول وجود ارتباط بينهما. وأكد برنامج إي تي بي العربي أن المقطع المصور المتداول هو فيديو قديم وتم تداوله مرة أخرى. نشرت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المصورة انستغرام الفيديو، وارفقته بتعليق جاء فيها: فيديو قديم يتم تداوله مجددا لعمرو دياب مع رهف الحربي على انغام خلص على قلبي كمان خلص، وما يتم تداوله عن علاقة تجمعهما مجرد إشاعة. يذكر انه خلال شهر اغسطس من عام 2023 كانت قد انتشرت العديد من الشائعات والتي دارت حول ارتباط عمرو دياب بالفنان اللبناني داليدا خليل، وذلك بعد تداول مجموعة من الصور التي نشرتها داليدا خليل عبر الانستغرام، والتي ظهر من خلالها عمرو دياب برفقة داليدا خليل في مجموعة من اللقطات الرومانسية في أحد المنتجعات في مراسي في مصر. على الصعيد الفني، طرح عمرو دياب مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم تتحبي من كلمات سامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى. شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنان العالمي جوني ديب وهو يقضي عطلته الصيفية في جزر الباهاما ويستمتع بالأجواء، وظهر خلال الصور بعد أن قام بعملية تجميلية في أسنانه بعد تعرضه للتنمر بسببها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور وأشاروا إلى أن أسنان الفنان العالمي والتي ظهرت بيضاء اللون يبدو أنه خضع لعملية تجميلية، وهو ما أدى إلى ظهور أسنانه بطريقة أفضل بعد تعرضه للتنمر لعدة سنوات بسبب شكل أسنانه غير اللائق. ظهر ديب بأسنان ناصعة البياض بعد إجراء العملية التجميلية، بعدما طلبه العديد من جمهوره ومتابعيه بمحاولة إصلاحها بسبب ظهوره بشكل غير لائق، وكانت دائما تظهر متكسرة ومصفرة بسبب كثرة التدخين، وانهارت عليه التعليقات التهنئة من قبل جمهوره، حيث تعرض للعديد من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة بسبب ظهور أسنانه بشكل غير لائق وكونه نجما عالميا يتابعه الملايين حول العالم، وطالبه البعض بإجراء عملية تجميلية. كان يرفض جوني ديب في البداية الخضوع لعملية تجميلية، ولكن يبدو أنه انصاع إلى طلب جمهوره وأجرى بالفعل عملية تجميلية قام خلالها بإصلاح أسنانه، وجاءت بعد التعليقات كالتالي من المتابعين: جيد أنه أصلح أسنانه، كثير من الناس محظوظون لأنهم قادرون على إصلاح أسنانهم، وأن وجود أسنان سيئة هو في الواقع لا يؤثر عليك جسديا فقط بل يؤثر عليك عقليا أيضا. بفيلم يحكي قصة شيخة نبيل أعلن المخرج والمنتج المغربي نبيل عيوشة عن اختيار فيلم الجميع يحب تودا لتمثيل المغرب في الانتقاء الأولي لجوائز الأوسكار 2025 ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي. ويحكي الفيلم قصة تودا، وهي امرأة تحلم بشيء واحد فقط وهو أن تصبح شيخة، حيث تشارك كل ليلة في حفلات حانات بلدتها الريفية الصغيرة تحت أنظار الرجال. تعرضها لسوء المعاملة والإدلال، قررت ترك كل شيء والهجرة إلى مدينة الدار البيضاء. الشريط السينمائي الجميع يحب تودا من إنتاج مشترك بين كل من عليان برودكسيون المغرب، والفيلم دو نوفو موند فرنسا، وفولفيت فيلم بلجيكا، سنو جلوب دنمارك، فيكينج فيلم هولندا،
وستيار من النرويج. وكان العرض الأول للفيلم قد جرى خلال الدورة 77 لمهرجان كان السينمائية التي عقدت في الفترة الأخيرة ما بين 24 و25 من ماي الماضي. وأعلن نبيل عيوش عن تمثيله للمغرب في الكان من خلال تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام أرفقها بصورة للملصق الإعلاني للفيلم جاء فيها: بسعادة وفخر كبيرين أعلن أن الجميع يحب تودا الذي تؤدي بطولته الممثلة نسرين الراضي. تم إدراجه في الاختيار الرسمي لمهرجان كان السينمائي في فئة العرض الأول، اختيار رائع للفيلم الذي سيمثل المغرب بكل فخر في شهر ماي المقبل. يشار إلى أن أفلام نبيل عيوش مثلت المغرب في جوائز الأوسكار 8 مرات، وهي مكتوب عام 1998، علي زاوى عام 2000، خليل الله سنة 2013، غزية 2017، آدم 2019، علي صوتك 2022، أزرق القفطان 2023، ثم الجميع يحب تودا في أوسكار 2025. أعلنت المغنية الشعبية الأمازيغية المغربية فاطمة حيحيت أنها تلقت عروضا مغرية بالأجر الذي تطلبها من أجل إحياء سهرات في إسرائيل، لكنها رفضت ذلك جملة وتفصيلا، موضحة أنها لا يمكن أن تقبل بمال الدنيا مقابل الغناء في دولة يقوم جيشها بقتل وتهجير الفلسطينيين. وفي برنامج حواري على إحدى القنوات أوضحت فاطمة حيحيت أن قرارها يعكس قناعتها الرافضة للتعاون مع أي جهة تدعم العدوان على الشعب الفلسطيني. وأضافت فاطمة حيحيت: ما بغاش ليا خطري دوك الناس، في إشارة إلى إسرائيل. وأضافت: حنا كنشوفوا دابا شنو كيديروا في الفلسطينيين، وخا يعطيوك مال الدنيا ما تقبلوش. تصريحات الفنانة الأمازيغية نالت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث أثنى الكثير من المستخدمين على موقفها النبيل وصراحتها في التعبير عن قناعتها. نشر فؤاد قبيبو زوج شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابه على الانستغرام برفقة ابنتها الصغيرة ليلى روز، والتي ظهرت فيها بعفويتها وجمالها، حيث تفاعل معها العديد من المتابعين من خلال التعليقات الإيجابية. فمنذ دخولها للسجن قام مجموعة من المتابعين بالتعاطف معها ومع بناتها، طالبين من الله أن يأتي الفرج عما قريب، بينما كانت فئة أخرى تتمنى أن تصلح من تصرفاتها وأن يكون هذا الدرس مهم في حياتها حتى تغير من سلوكها. فيما بقي بعض المتابعين على حقدهم وضغينتهم لها رغم كل ما حصل، متهمين إياها بالتسبب بإيداء العديد من النجوم والمشاهير عبر الحساب الملعون حمزة مومبيبي. الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت قد وجهت رسالة لجمهورها عن طريق شقيقتها ابتسام، مطمئنة إياهم بحالها وبأنها تكون لهم كل الحب والتقدير، كما أشارت إلى أنها تغيرت كليا، لا من ناحية عقليتها أو تصرفاتها، وأنها أصبحت ناضجة بعد بلوغها سن 30. بهذا الخبر أقول لكم شكرا شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.